وليد ما الذي يحمل يجري؟ معه وثيقة. مساء الخير. مساء الخير. في أمر من المحكمة لإغلاق الجزيرة لمدة 45 يوم، بطلب منكم تأخذوا كل الكاميرات وتطلعوا من المكتب في هذه اللحظة. نغادر يعني جميعا؟ صحيح. هذا الأمر ممكن أشوفه بس لو سمحت. هذا هو الأمر الذي أحضره لنا الضابط مع هذه القوة. هذا الأمر اللي معنا. طيب حط الكاميرا على الأرض. وهم حاليا يقومون بمصادرة كافة محتوياته، وأحضروا شاحنة عسكرية ليقوموا بنقلها، ومنعونا حتى من أخذ سياراتنا الخاصة في هذه المرحلة. كل هاي العدة مصادرة أعطيني إياها إذا تسمح. خلاص خلاص نأخذها من بعيد. العدة مصادرة إذا تسمح بلا مشكلة. طب نأخذها إحنا منروح. إذا بتسمح. يا عم نروح ندفي. أنت قلت لنا إنه بنقدر نشتغل هون بالكاميرات. ياخدها ما تسمع. صادروا حتى. إذن لا نسمع زميل وليد العمري، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن